عن أي حياة تتحدثون ونحن في هذا السن مصابون بالاكتئاب. الموضوع ده انتشر من فترة كبيرة، ان احنا ازاي في السن ده وكلنا عندنا اكتئاب وكلنا فاقدين الشغف ومنطفيين والى اخره. حقيقة انا دورت في الموضوع كتير جدا، واللي انا هقوله في الفيديو ده وجهة نظري الشخصية البحتة. لقيت انه احنا كلنا بنشير بوستس عن اللي هو انا منطفي انا فقد الشغف، والكتاب اللي بيكتبوا بوستس عن الاكتئاب او الحاجات دي بيجيلهم ملايين الشيرز، كل الناس بتشير اللي هم كاتبينه. فبالتالي احنا بنتأثر بالموضوع ده، لان انت ما بتيجي تقرأ البوست بتقرأه على اساس اللي هو انا حاسس بكذا كذا كذا. فلما الموضوع يتكرر او لما تشوف من عدد الشيرز ان في ناس كتيرة مجتمعة على الموضوع ده، عقلك بيبدأ يقتنع انه انت كمان حاسس كده. ده اصلا بيتبع حاجة اسمها متلازمة الفعل الجماعي، يعني لو في فعل ناس كتير بيعملوا عقلك بيترجمه ازاي. فبالتالي اي نيجاتيف بوست او اي حاجة احنا بنشيرها بتكون سلبية بتأثر على مزاج الناس اللي حوالينا اللي بتشوفها بالسلب، وبالتالي بترجع تتردنا وتأثر علينا بالسلب. سو انا قررت ان انا هبدأ بنفسي وهستوب شيرينج النيجاتيف كونتنت، وياريت انتوا كمان تاخدوا المبادرة دي وتوصلوا الكلام ده والمعلومة دي لأكبر عدد تقدروا توصلوه له، وناخد كلنا مع بعض ان احنا نستاي بوزيتيف ومش هنشير الحاجات اللي بتزود البوزيتيفيتي، فبالتالي نتبسط كلنا وحوار الاكتئاب يبدأ يقل يقل تدريجي. فكفاية شيرز للنيجاتيف كونتنت، وكفاية شيرز للحاجات بتاعت الانطفاء وفقدان الشغف والحاجات دي. انا كمان بشير، بس انا هبدأ بنفسي وهبطل الموضوع ده ان شاء الله، واي هوب ان انتوا كلكم تعملوا كده وتشيروا الفيديو ده او تشيروا المعلومة دي في كل مكان وفي اي حتة تقدروا عليها. باي باي.